في الأيام السابقة والشهور السابقة أثيرت أو أثير الجدل كثيرا فيما يخص بطولة دوري السوبر الأوروبي، البطولة المستحدثة اللي اقترحها بعض الأندية الأوروبية الكبيرة. رأيك إيه في فكرة هذه البطولة؟ بالنسبة لي أنا تركت، هم طردوني من الفيفا، أنا لذلك أنا لن أخوض في أي تعليق خاص بقراراتهم لأني لست مهتما. الأمر خاص بالأندية، الأمر خاص بمصلحة الأندية وخاص بمصلحة الاتحادات القومية. فالاتحادات القومية إذا قررت أن تنظم بطولة كدوري أبطال أوروبا أو دوري أبطال إفريقيا فهذا أو في أمريكا الجنوبية أو الشمالية فهذا أمر خاص بهم في حول العالم، ولكن أن تصوت لصالح بطولة كهذه لا أعرف، حوالي أو قرار ككأس العالم أن يكون حوالي 24 أو 36 فريق، فبالتالي هذا أمر جديد ومستجد على كرة القدم وخاص بالفيفا، ولكن لا يمكن أن دعني أقول أن رأيي سيكون مؤثرا الآن، ولكني شخصيا أنا أتمنى لهم تنظيم المزيد من البطولات، ولكن يجب أن تكون مرتبة ويجب أن يكون الأمر صادر من الفيفا من الرياضة وخاص بالاتحادات القومية فقط.